السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مهند السيوف ورجعنا بمقطع جديد. بالبداية نحب نعزي إخواننا بلبنان بالانفجار اللي صار ببيروت، ونقول لهم الله يرحم كل شخص توفى وربنا يحتسبه شهيد عنده إن شاء الله. وللأشخاص المصابين نقول لهم الله يقومهم بالسلامة بأسرع وقت ممكن. والله اللي صار هو كان صدمة، وصراحة يمكن بسببه أنا ما نزلت الخميس، يعني أنتم عارفين إنه أنا محتوى قناتي أغلب رعب، يعني حكيت أروح أنزل رعب فوق الرعب اللي شفناه يوم الثلاثاء بالحادثة هاي، فوالله ما نزلت هذا السبب. وصراحة مقطع اليوم أنا حبيت أتناقش معكم بالأوضاع اللي قاعدة تصير بالوطن العربي. أنا ما أعرف في أشياء كثيرة قاعدة تصير، ما أعرف هو حظ، هي سنة 2020 خلاص نهاية العالم، شو اللي قاعد يصير مو عارف صراحة. فاليوم مقطعنا راح نحكي فيه عن أقوى 3 انفجارات بالعالم، والصدمة انه انفجار بيروت واحد منهم للأسف، وراح نحكي كمان عن الحرائق اللي قاعدة تصير باليومين هذول، صار 5 حرائق بدول عربية. جبت لكم فيديوهات وثائق راح تشوفوها بالمقطع. وصحيح حبيت اشكركم على كمية الدعم اللي صارت على مقطع الاخبار اللي نزلت لكم اياه، يعني صراحة والله العظيم صدمتوني، وبإذن الله خلص نعتمدها كل اسبوع حلقة نجيب بها اخبار الاسبوع. فشكرا لكم، وما بدي اطول بالكلام، خلينا ندخل على المقطع. طيب يا اخوان، اعرف انه كلكم مصدومين انه انفجار بيروت يعتبر من اقوى 3 انفجارات حدثت بالعالم كامل. متخيلين الموضوع؟ يعني انفجار هائل باعتباره، الله يكون بعونهم. تعالوا خلينا نشوف مع بعض يا اخوان شو اقوى انفجار. اقوى انفجار حدث بتاريخ العالم اللي هو انفجار هيروشيما اللي حدث بالحرب العالميه الثانيه بال45 1945. جبت لكم فيديو راح نشوفه مع بعض، بس خليني افرجيكم الترتيب اللي صدمني. وانفجار ناغازاكي شايفين، وانفجار بيروت اللي هو اخذ المرتبه الرابعه. طبعا هسه راح افرجيكم انفجار هيروشيما كيف صار. طبعا يا اخوان انفجار هيروشيما اللي هو امريكا طلبت من اليابان انها تستسلم بالحرب العالميه الثانيه، واليابان رفضت هذا الاشي، فامريكا ودت صاروخ وطياره خاصه يعني مقصود تنزلوا بمنطقة سكنية. تخيلين الموضوع، يعني تعرفوا كم عدد الناس اللي انقتلت بانفجار هيروشيما؟ مستحيل تتخيلوا الرقم يا اخوان، انقتل 145 الف بني ادم. تخيلين الموضوع، رقم هائل. وبعد الانفجار هذا كمان اليابان رفضت انها تستسلم، فرجعت امريكا بعدها بثلاث ايام، تخيلين، تهاجمت مدينة ناغازاكي وفجرت كمان انفجار ثاني ووصلت عدد قتلى كبير واصابات وخربت مدينة كاملة. يلي بعد الانفجار الثاني اليابان اعلنت استسلامها وطلعت من الحرب العالمية الثانية. طيب خلينا افرجيكم انفجار هيروشيما اللي صار، شوفوا يا اخوان، خلينا نشوف مع بعض. خليني البس سماعاتي. توقع مداه كان 21 كيلومتر، متخيلين؟ يعني ذوب الناس. شوف شوف كل الانفجار. وما دام ابعدوا يا اخوان. والانفجار الثاني قلت لكم كمان حدث باليابان بعدها ثلاث ايام، بس ما لقيت له صراحه فيديو نعرض لكم اياه. والانفجار الثالث اللي هو بيروت، بيروت ما اعتقد انه في فيديوهات مو شايفينها، بس انا بدي اعرض لكم 3 فيديوهات للي ما شاف، يعني شوفه يعني كلهم 15 ثانيه نشوفها ونرجع نحكي بعديها. الله يقوم بعونهم. كسر الدنيا، الله يكونوا بعونهم. طبعا هذا الانفجار سبب مقتل 145 شخص لهي الساعة فقط، وأكثر من 5000 جريح. الله يشفي الجرحى، والله يكونوا بعونهم، وإن شاء الله ترجع لبنان أو ترجع بيروت أحسن من قبل يا رب. وخلصنا من الانفجارات مباشرة، بعديها بيوم حدث حريق هائل وين؟ بعجمان بالامارات. طبعا ما شفت اي تصريح شو سبب الحريق او اذا في ناس تضررت منه، ما شفتهم كاتبين، حكوا انه لسه ما احصاهم، لكن نقول ان شاء الله انه ما في لا ضحايا ولا في اصابات ان شاء الله. وخلينا افرجيكم الفيديو، تعال شوف شوف. والله كبير. طبعا هذا بسوق شعبي، هو الفيديو بس 3 ثواني، يعني كثير كثير كبير. شوف الدخان، يا الله. انا ما عارف شو اللي قاعد يصير بالوطن العربي، هو مقصود، هو صدفه، والله مو فاهم يا اخوان. طيب خلينا ننتقل للحريق اللي بعده. بنفس اليوم اللي صار فيه الحريق بالامارات بمنطقه عجمان، صار فيه حريق في سوق الاعلاف بمحافظة حفر الباطن بالسعودية اللي هي بالمنطقة الشرقية. طبعا منطقة حفر الباطن كان الهواء فيها جدا جدا قوي، فالهواء ساعد انه يزيد بكمية الحريق، والحريق صار كبير كثير يا اخوان. هسه راح نشوف الفيديو مع بعض ونشوف حجم الحريق. شوف يا اخوان، شوف
شوف. لا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الناس ليش ما تروح؟ ليش الناس واقفة عنده؟ والله غلط يعني الناس سمح الله لو فجرة غاز جرة غاز إشي يعني إشي قوي. الله يعوضهم الله يعوضهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سوق الألاف في حفر الباطن. سامعين سوق الألاف؟ سامعين صوت الهواء أقوى؟ الآن افتتاح سوق حفر الباطن للألاف للجملة تقريبا أكثر من 30 شاحنة الآن، والدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق ولكن للأسف الرياح شديدة الآن. لكن عسى الله يعوض المسلمين، يا رب على إله الطير واللي له يلحق على عمره، لكن عسى الله يعين المسلمين، عسى الله يعوضهم. بسم الله اخبار صراحه تسمع بدا سمعين كميه الهواء يا اخوان، هواء مع نار صوت كارثه كمان. يا الله وشكرا خلصنا. وثاني يوم للأسف طلع خبر كمان، الدفاع المدني السعودي يحاول السيطرة على حريق بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية، كمان حريق ثاني يوم بمحطة القطار. شوف الصور، شوف هذا صور الحريق، وها وها وهذا أصرح فرجيكم فيديو. شوف الفيديو، لا حول ولا قوة الا بالله يا اخوان، معقولة صدفة كل هذا الحظ؟ بس ثلاثاء اربعاء خميس هذا الكلام بس يا اخوان، متخيلين؟ شايفين يحدث الان؟ دفاع المدني بجدة يباشر حريق اندلع في برقصات تابعة لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية، لا زالت فرق العمل تعمل على اطفاء الحريق دون تسجيل اصابات، الحمد لله طبعا انه ما حصل حتى الان. ونجي للخبر الاخير كمان، اندلاع حريق ضخم في تونس للاسف. هذا صورة الحريق يا اخوان، طبعا الحريق حدث باحد مخازن الملابس المستعملة في ولاية بنزرت. هذا حكي كمان يوم الخميس، يعني كل الحرائق اللي صارت كل الاشياء اللي صارت بس ثلاثاء واربعاء وخميس. لكن والله اني ما عارف يا اخوان، يعني معقول هاي الاشياء كلها صدفة اجت ولا ما اعرف. وبس هيك كنت مقطعنا اليوم، انا اعتذر جدا جدا، انا عارف انه اخبار صراحه تسم البدن، بس شو بدي اعمل؟ هذا اللي قاعد يصير بالوطن العربي، وهاي الاخبار اللي لقيتها وجبت لكم اياها، فما اعرف، اكتبوا لي اذا بدكم نضلنا نجيب اخبار زي هيك، واذا عجبتكم هاي السلسله لا تقصروا معي باللايك، خلينا نوصل هذا المقطع اكبر عدد من اللايكات. وصحيح بالنسبه لموعد التنزيل، عجبكم موعد التنزيل اصير نزل على الساعه 2 الظهر، اذا عجبكم اكتبوا لي بالكومنتات، صراحه انا نزلت لاول مره نزل الساعه 2 الظهر، كتجربه بدي اشوف وقت مناسب معكم. وقبل ما انهي المقطع اتمنى انك اذا مو مشترك في القناه تشترك، تفعل زر التنبيهات، كل يومين عندنا مقطع جديد تشرفني بالقناه، ومقطع بكره راح يكون مقطع مغامره باذن الله، المغامره اللي كلكم طلبتوها مني اللي هو الشخص اللي انضرب من الجن، راح يكون مقطع بكره باذن الواحد احد، انتظروا الساعه 9 بتوقيت السعوديه، نشوفكم على خير بكره باذن الله بمقطع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.